جسور وإن بقيت أسيرة القدم وما يجري عليها فقط ترميمات بسيطة، إلا أنها تعد الأهم في ربط جانبين مهمين وسط الديوانية. وحين ندقق فيما تضمه هذه الجسور، فلا غريب أن تجد النفايات المتراكمة من جهة، ومن جهة أخرى استثمرت أسيجتها للإعلان ومن دون ضوابط. لكن المنظر الأهم هو تواجد ما يحاول كسب عطف الناس للحصول على أي مال، وما أن تقربنا من بعضهم حتى لاذوا بالفرار ورفضوا الظهور أمام الكاميرا. وبعضهم لكبر سنه فإنه ظن أننا نملك الحل في إعطائه راتبا وتخليصه مما يعاني. أهلك ليش عايفيك؟ راتب ماكو؟ شنو؟ جعل حكومة لازم حكومة. ها؟ لازم حكومة لأنا حكومة. احنا مو حكومة. جالين. احنا راح نطلعك للحكومة على انه يشوفوك يطلوك. راتب يهتمون بيك. بغتالك. هاي. حد يهتمون بيك. الله يكعشك. انت بس اردفتهم رجل كبير بالسن تقعد هنا مو صعب عليك وباردة؟ لا والله والله صعب عليك. مو؟ والله العظيم. الناس شلون هم دارينك؟ نعم العظيم هاي يدي وهذا ما يدي هاي وهاي يدي وهاي ما يدي نعم العظيم اخذ هاي اروح لين. اذا مو تعب عليك انت قعدتك هنا؟ اه والله تعبان والله ها شوف ها. لا لا اتبع ادري ادري وضعك انا لا شوف هاي شوف حتى الدكتور ما يقدر يشوف هذا. وخلال رصدنا هناك تحدث إلينا أحد أصحاب المحال على أن التسول في هذا المكان هو ربح وفير، حيث ركز على أنهم متى ما احتاجوا العملة الصغيرة فأنهم يلجؤون إلى المتسولين هنا لأجل الحصول عليها. هاي الجسور صارت يعني حجز، عوائل تجي تحجز الجسور كاملة، وهذولا مو فقراء بالمناسبة، هذولا كلهم عوائل اللي عندهم حلال واللي عندهم أغنام وأبقار، ذولا يجون من باقي المحافظات والغجر. هذول مهنة يوميا، احنا بس الخردة هاي هسه الجهال اللي يجيبها عندنا هم وعوائلهم يوميا، كل عائلة ما يقل عن 500 إلى 600 إلى 400 ألف جهال أطفال تجي يوميا تصرف مرتين ثلاثة عندنا هنا هاي مطاعمنا والمحلات على 30 و 40 ألف و 35 ألف. يعني كلش معلومة إنه اكو ناس تجيبهم كيار؟ أنا أقول لك تعال الصبح منا هاي سيارات سورنتو حديثة تجيبهم الصبح والظهر هنا أنا بهاي القصرية يجيبون لهم غدا ويجون المغرب على ما ينزلون من الدنبلة يخلصون يأخذون المتسولين ينمونهم ويرحون. وبقينا نستمر في ذلك الميدان حتى تصادفنا فتاة أسمت نفسها فقاد وتحدثت على أنها تخرجت من دراستها الإعدادية وتجلس قرب شط الديوانية كما يعرف كما اعتادت يوميا ولم تخفي لاحتياجها لأبسط مقومات العيش رغم شكلها وتصرفاتها الغريبة. ماخذ الشهادة. ايش قد معدلك؟ ما سألت عن مدى فرحت يعني سادس عن جت ورا رايحة بطريقي يعني هيك للبيت مشوار يعني هو طريقي قاعد امشي انسانه قاعد امشي. انت بس تمشين الصبح انا دفني ست جوان تشتغلين شو تسوين؟ ما اشتغل مكمله دراسه ويعني هيك قاعده بس يعني شنو تريد تقول يعني محتاجه فلوس؟ ايه محتاجه فلوس يعني غير هيك شيء محتاجه فلوس. شو تسوين بيها؟ فلوس اكل بيها او اشرب او امشي. اسمك شنو بالضبط؟ فقاد. فقاد؟ نعم. شنو معناه؟ بنيه. لا فقاد شنو معناه؟ اي بنيه والله انا اللي عرفته عن دراستي بنيه بس الناس تحكي غير شيء وانا احكي غير شيء يعني بنيه هو بنيه لابسه هم زي بنيه وامشي. تمشي بس انت رايح الطريق. اي رايح لا والله جيت اقعد وهاي وين تقعدين؟ اقعد هنا على الشط وهاي. تقعدي على الشط؟ اي. ولم نرغب أن تنتهي الحكاية دون أن نقترب من هذا الرجل الذي يستمع لمحطات محلية مستمتعا بأجواء الصباح علّه يحصل على مال يكفيه لليوم، أما الغد فرزقه يأتي كفما كان. على هذا عاش تسمع أنت أخبار؟ بغداد مثل عراق ديوانية يسحب مرة شو؟ أي شو؟ هذا الفراش انا اسويه وانا اصمم هذا واسوي. تعددت القصص في جسري الديوانيه والتي تسترعي انتباه المسؤول الى صيانتها اولا ومن ثم ايجاد الحلول لمأساة من يجلس قربها بحثا عن لقمه عيش والبقاء على قيد الحياه. من الديوانيه محمد حسن، قناه التغيير.